ولكن اتكلمنا عن مؤتمر صحفي تحكيم كان فيه قصة قبل المباراة، وللأمانة بنشكر شركة تذكرتي على التنظيم الرائع للمباراة وحضور ما يقارب 64,400 دون أدنى مشكلة، يعني ربما مشكلة واحدة فقط لغير مش عايزين نتعرض لها مع أحد كباتن كرة القدم من النادي الأهلي ومنتخب مصر، ولكن شركة تذكرتي قدمت صورة حضارية جدا بجماهير كرة القدم المصرية في المباراة.